مرات الشغف بتحقيق الأهداف ياخذنا إلى نقاط ضعف ومطبات، ويتحول الحلم إلى أزمة نحاول نتخلص منها بدلاً عن المكانات البعيدة اللي كنا نحلم بيها. لكن الإيمان بالله وإنه بعد العسر يسر هو اللي يخلي بعض الأحداث تتغير، وهذا اللي صار ويا كرار وحسين. ولأن بالميزان كل شيء يرجع لوضعه الطبيعي، الحياة ترجع بشغفها والأحلام تتجدد والأهداف تتحقق. اليوم راح نتحدى شخصية قاتلت من أجل هدف، وراح يساعدنا بإنقاذ روح بريئة. هذا البرنامج برعاية مصرف المستشار الإسلامي ومستشفى البدور للجراحات التخصصية. دينامو المنتخب العراقي، قدمين فولاذية، استطاع اللعب بكليهما، جذب الأنظار الأوروبية في شبابه. إنه الكابتن ليث حسين. الكابتن ليث حسين أبو مصطفى، أفضل ما أنجبت الكرة العراقية. رمضان الكريم، كل عام وأنت بخير. كلش ذوق، شكرا جزيلا للاستضافة. رمضان مبارك عليكم على الأمة الإسلامية، وأكيد إن شاء الله رمضان مبارك على أهلنا بالعراق. إن شاء الله يكون فاتحة خير وأمل إن شاء الله. حياك الله بينا. الله يسلمك. طول عمرك. قبل ما نبلش بالحلقة خلي أشرح لك فكرة البرنامج. نعم. راح ندخل بتحدي عبارة عن 3 مراحل، كل مرحلة تمثل باب. نعم. كل باب ب5 أسئلة، المطلوب منك تجاوب فقط 3 أسئلة وتتخطى هذا الباب، نروح للباب الآخر. نعم. هكذا تباعا نوصل للسؤال الأخير، سؤال العبور. ماشي؟ نعم. إذا جاوبت عليه أنت ضمنت بطاقة العلاج للحالة المرضية لحلقتنا لهذا اليوم. إن شاء الله الله يقدرنا نحل الشفرات. جاهز؟ جاهز. راح أعتمد على الله وعليك وعلى معلوماتك. والله إن شاء الله أول شيء على الاعتماد على رب العالمين، وإن شاء الله الله يوفقنا نقدر. نروح نشوف الحالة المرضية اللي هي محور حلقتنا لهذا اليوم، كرار وحسين. اليوم رح نحكي قصة أصدقاء 2 روحهم بالطوبة، ينطبق عليهم المثل اللي يقول ومن الحب ما قتل. مرحبا، شلونك؟ الله يحفظك. كرار وحسن كانوا يحلمون بالنجومية، بس أحلامهم تحولت إلى مأساة وإصابة تهددهم بالعوق. بالصغر كنا نمارس كرة قدمنا مناطقنا الشعبية، وحاولنا يعني بقدر الإمكان نوصل للنوادي، وحلمنا كان نوصل أكثر بعد. بال 2021 صار عند الحادث مال هاي الرجل اليسرى، فقدرت أسوي العملية ونجحت العملية الحمد لله، ونحاول نمارس كرة القدم بعد النوبة تأذت الركبة الثانية، بس الإمكانيات ما نقدر بعد نسوي بها عملية. الإصابة غيرت كل مجرى حياتي. هاوي كرة القدم من الصغر، كنت لاعب، كان حلمي انه اوصل بعيد واوصل منتخب واوصل مثل اندية كبيرة، بس الاصابة منعتني من هذا الشيء. لا حلمي حققته بكرة القدم ولا بالشغل، حاليا قاعد وساكت لان رجلي من دمرة. الاثنين يريدون يعيشون حالهم حال الشباب اللي عندهم احلام ببيت وسيارة واطفال. الاثنين يحتاجون رجليهم حتى يكملون حياتهم. حلمي انه يكون يعني عندي سيارة، حلمي انه اتطور، حلمي اني اكون عند عائله، اتزوج، افكر يعني بشتري لي بيت. هاي يعني هاي الامور كلها متوقفه على هاي الركبه. كل شاب عنده حلم انه يتزوج ويكون حياه سعيده ويكون مستقبل سعيد، بس حاليا انا ما اقدر لان الاصابه مانعتني، لان الظروف مانعتني، الماده مانعتني، كل هاي مسببات انه ما تخليني افكر بالزواج، ما تخليني افكر بحياه سعيده اصلا. تحقيق احلام الشابين يحتاج لكفاله، وهذا اللي دنس عاله.
كرار وحسين يحتاجون عمليتين صعبات وخطرات بنفس الوقت. السلام عليكم، مريضنا الشاب الحسن يعاني من قطع في الرباط الصليبي، طبعا صارها بحدود 3 أو 4 سنوات. طبعا بعد الفحص السريري وفحص السرطانيه المغناطيسي انه عنده قطع بالرباط الصليبي اضافه الى اصابه بالغضروف الهلالي. راح نجري العمليه ناظوريه ان شاء الله لتنظيف او هندمه الغضروف الهلالي بالركبه اليسرى اضافه الى زراعه الرباط الصليبي الامامي بتسير رب العالمين. بالنسبه للمريض كرار، طبعا شاب يبلغ من العمر 24 سنه، كرار تعرض الى حادث قبل عده سنوات، ادى الى الحادث ادى الى اصابه في الركبه اليمنى أدت إلى قطع في الرباط الصليبي الأمامي إذا ضاف إلى تمزق في الغضروف الهلالي. طبعاً هذا التشخيص وصلنا له بعد الفحص السريري، فحص الريان المغناطيسي. الركبة عنده غير مستقرة، قطع مو كامل صار الرباط الصليبي الأمامي، قطع جزئي، بس بحاجة إلى هندمة، بحاجة أيضاً إلى زراعة رباط صليبي أمامي لأنه الركبة غير مستقرة، تسبب قاعد تسبب الآلام، أعراض سريرية عنده كثيرة، مما يتطلب إلى إجراء عملية ناظرية لهندمة الغضروف الهلالي وزراعة الرباط الصليبي الأمامي. بمستشفى البدور أكو فريق طبي كفو والأجهزة هنا مواصفاتها عالية، وإن شاء الله راح تصير أحلام الشابين واقع قريبا. كابتن، شفت قصة كرار وحسن؟ ممكن الشغف وحب كرة القدم يخليك أنت ممكن تتعرض لقدر مأساوي داخل الملعب وتبقى تقاتل حتى ترجع مرة ثانية؟ طبعا أكيد، أنا أتمنى لهم إن شاء الله الصحة والسلامة وإجراء العمليات بصورة طيبة، وإن شاء الله يعودون. الأمل دائما موجود حتى في كثير من الحوادث بالعالم، حتى يعني اكو حالات قتر او في العالم ويرجعوه حتى يمارس حياته طبيعيا ويزاول الرياضه يعني مزاولتها وليس الانجاز. كم اصابه تعرض الكابتن ليث حسين خلال مسيرته الكرويه؟ انا والله يعني اصاباتي كانت بسيطه، يعني التواء التواء مثلا، لكن بال 88 في تصفيات أمم آسيا مع سوريا صار عندي تخثر بالركبة، انضربت كدمة والدم صار تجمد نعم. فصار عظم، فكان يضرب لي يعني الأربطة، فكان هناك دكاترة كوبيين سويتها بمدينة اليرموك والحمد لله، يعني بس سووا لي ناظور لكن مو عملي، ما كان عندي قطع لا رباط ولا غضروف، فالحمد لله رجعت تشافيت، لكن كانت عندي التواءات كثيرة يعني الحمد الكافي. لله. نبلش بأول باب، معلوماتك الثقافية شلون؟ والله يعني زينة. أنت تحب القراءة والاطلاع كابتن؟ والله دائما يعني صراحة لا يخفي للجمهور أنه دائما أوقاتنا كلها مركزة على كرة القدم والعمل بكرة القدم وبالرياضة، فاليوم شوفين يعني مو كلش رايحين بهذا الاتجاه، بس هي الثقافة عامة لازم تكون موجودة. زين، أول سؤال بباب الثقافة يقول: ما هي أكبر مدينة من المدن الأوروبية؟ أنطيك خيارات؟ لو عندك الجواب. يعني لندن، باريس، روما. أعتقد باريس. أعتقد دا غششك على الجو. طبعا لا، ما شوف هي حكم الـ يعني الـ هذا كابتن بعدنا باول سؤال. اي والله شد حيلك بيت الاسلام معلوماتي شوي يعني اذا يعني روح روما لانه اعتقد هي ممكن ما بقى بس لندن. لندن هي تعرفين لندن من يعني حتى هي بالعالم كله هو يعني كل العالم كله متجه صوب لندن، بريطانيا تعتبر هي المساحة الأكبر. إيه بس شنو الجواب؟ لندن. لندن. بعد مساعدة وهش الجواب صحيح. لا شوف مو قلت لك يعني صراحة يعني سنعرف كندا أمريكا يعني هاي القارات الكبار كمدن يعني ما رايح لها باتجاه يعني نعرف مساحتها أو كبرها، بس كقارات مثلا ممكن يعني.
أحرزت هدف على إسبانيا بعام 89، بعدها دخلوا مفاوضات نادي برشلونة وياك اللي ضمك للفريق. شنو اللي عرقل هذا الانضمام؟ هو هي المفارقة الحلوة اللي كانت بيها أنه أنا كنت مع النرويج مضيع، بس لاعب زين يعني، لعبت مباراة، فجت مباراة إسباني لازم أثبت الذات. جاي. أنا ما أعرف أنه مساعد المدرب هو مساعد مدرب برشلونة يوهان كرويف، مساعد مدرب منتخب إسبانيا. فخلصنا المباراة، هم متابعيني لمباراتنا مع الأرجنتين، هم بالنسبة لهم عندهم قياسات وعندهم يجب مواصفات معينة، أي والاختيار لازم يروح ب لازم فحص يصير عندهم. فأنا شافوني واقعيا بدون فحص يعني لعبت يعني فترة قصيرة، فبعد مباراتنا ويا الأرجنتين فاتحوني. ايه ليش ما انضميت؟ صعدنا لعبة. احنا صعدنا ويا أمريكا الأخيرة، اللعبة الأخيرة. فبهاي الفترة جاني العقد، هم تعاقدوا وياي قالوا احنا هذا عقد مبدئي. فكان دكتور شامل هو رئيس الوفد، فصار الحديث بالريسبشن يعني، فدزولي العقد بالفاكس. طيب ما كان السوشيال ميديا موجود وكذا، فدزوا علينا. فاحنا رجعت للعراق هذا الاسبوع اللي على اساس انه اروح بيه اني، تم الاتفاق يعني، جابوا العقد وكذا وصار له فد مكانه. لكن في وقتها اجيت الاسبوع الاول بهاي الفترة اروح اللجنة الاولمبية، يا برئيس اللجنة الاولمبية صايم ما يروح ما يجي. طيب بقيت وراها بثلاث ايام، والله جاي يعني ضيوف في العراق، وهناك يدزون تأكيد يا للجنة الاولمبية. فهم المفارقة انه ولد صديقي فيصل هو جوارينا بالكرادة، فقال لي هو على الفاكسات، قال لي ليوث يجي عليك تأكيد وهاي تتحرك تحرك خاطر يجيك العقد. وهذا رجعت مرة ثانية، رحت للاتحاد قلت لهم يا بي هذا العقد دي يجيني كذا شو اسوي؟ قالوا بلكة اسبوع الا. فاخر يوم كان يوم سبت جيد، اكو كان دوام في وقت. اي فالخميس رحت للجنة الاولمبية، قالوا يا بي الخميس ما يدامون همي انا صايم، فانت عسب ما اعرف ما اعرف غير يعني اكو اشياء وكذا، احنا لا ابالي بالامور الادارية وهذا يعني لا ابالي. فالمهم انتظرت لسه بدك تسبت بعد خلاص اروح انا يعني انا اروح للجنوب. يوم الخميس بالليل او يوم نهايه الخميس يعني فجريه سمعنا اطلاقات ناريه وكذا وشغلات وهذا بالاعراس. فورا يوم يعني يوم الجمعه مقتل كامل حنه من قبل عدي صدام حسين. زين هو عند انتظر العقد وين راح؟ وين الامه كلها تغيرت الاحداث، راح بالسجن راح بالسجن. وجيت رجعت اني كريم الملا صار رئيس الهيئه الشباب والرياضه اللي هي بالمطعم التركي في وقتها بالطابق السابع. يعني لان الاحداث كلها يعني صارت وياي. فقلت له يابا انا عندي عقد، فشلون انت صرت هسه رئيس الهيئه الشباب والرياضه بعد ما طب عدي بالسجن؟ فارد شلون فد حاله او شيء؟ قال ما عليك طني انا وديه صدام حسين العقد. قلت له والله جزاك الله خير. راح وداه صدام حسين، فقال له يابا هذا ثروه وطنيه ما نستغني عنه وبعده صغير وكذا وما اعرف ايش. فاجاني قال لي هذا هامش صدام حسين. قلت له وين الهامش؟ قلت له راح اجيب لك العقد لو جاب لي الهامش هذا ما اروح. فقال لي والله كابتن انا ما اقدر يعني في وقتها هو ضاعت عليك الفرصه. قال لي انا اي قال لي انا بس انا ما اقدر احكي تحكي. فقال لي لا اكو معارضة برا بعد صغير هذا اللي يروح يطلع هناك ويستلموه ياخذوه يطلع علينا. فما انطعم فطلعوها بحجة انه ندمت على الفرصة لان ضاعت. مو انا ندمت يعني، والعراق ندم لانه في وقتها يعني لو رايح اني ممكن الامور كلها تختلف بالنسبة للرياضة العراقية. لان تعرفين احنا هسه بدايتنا كان خروجنا من الحرب الايرانية شوية بحر يعني، صار عندنا فسحة من الحرية بهاي السنة أو السنة ونص. ف يعني بالنسبة لي لأنه بعد عمري أنا كان يعني عمري صغير، بس تاريخك كان مشرف الحمد لله. وأنا أعتقد تضيف أنت لبرشلونة، هم اللي خسروا. والله شوفي هي ماكو خسارة صراحة، بس هو كان يعني طموح. واحد يحس بالفخر أنه أنت عراقي من تروح تلعب بلد أوروبي مثل
يعني برشلونة وياك ريماريو وسوايتشكوف وكويمن في وقتها. يعني قلت لك حتى دزولي الصور وشلون ينزلون اللاعبين المحترفين بال يعني اللاعبين المحترفين يخلوهم بخانات وكل لاعب يجي ينزلوه بالمكان مات زين. اي يعني كلها كانت مرتبه وفد شيء، لكنه الخير في مختار الله في وقتها الحمد لله. يعني قلت زين هو على طاري برشلونه والريال تشجع برشلونه انا وياك مختلفين لعد كابتن. السؤال الثاني بهذا الباب، اقسى انواع الحجاره شنو؟ الزمرد، الياقوت، الالماس؟ اعتقد الالماس. لا ما تفكر عندك تايمر. يعني انا هيك لانه الياقوت والزمرد هم من اعلى يعني صعب اللي بي. ايه تحب الاحجار كابتن؟ كثير. تؤمن ببعض الروايات اللي تقال عنها؟ اي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لانه هم كانوا يتختمون، فاكيد اكو هناك احجار ايمانيه كريمه هي اللي دائما تعطي دهشه تعطي روحيه للانسان. جميل. نروح للسؤال الثالث. صح 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 جوابك. الالماس صح. صفق لي ليش لا؟ صفقوا لي للكابتن. خلي نشجع ابو مصطفى. السؤال الثالث. السؤال الثالث، من مؤسس؟ قلت لك انا يعني هذا الموضوع صراحة لا جايك بابا انا متأكدة عندي تغلبني الجواب. عندي الماما بس بالرياضة شغلات مو صحيح. من مؤسس علم الجبر؟ خوارزمي. خوارزمي ابن سينا الطب. لا جواب صحيح. هذا وعدنا لأنه احنا درسناه الفيزياء والجغرافيا كلها موجودة يعني صراحة. إجابتك صحيحة كابتن. آه قفلنا هذا الباب، راح ننتقل للباب الآخر اللي هو والله باب همي الأسئلة الدينية. همي إيه همي أنا الحمد لله أنه أوصل ويا إن شاء الله أكيد أنه أنت راح تكسب البطاقة ويتأمن علاج كرار وحسين إن شاء الله. أتمنى كابتن إحنا يعني أيام شهر فضيل سلام الله عليه، بس أريد أسألك سؤال قبل أفتح باب الأسئلة الدينية. التضامن الأخير مع جماهير الزوراء شرف إلي صراحة. إيه رغبة بمنصب أو يعني تريد تغير؟ راح أدخل مدخلين. أولا إحنا كأولاد نادي يحق لنا ما يحق للإخوان الموجودين، هاي واحد. اثنين إحنا ما جايين على مناصب، إحنا جايين نريد نصلح حال واقع نادي الزوراء. اليوم أنا لو يعني جنابك أعرف هذا كان شوفتش كم الرسائل اللي تجيني من حتى من مسؤولين يشجعون الزوراء. يعني جماهير يناشدوك تتدخل؟ هم الجمهور أكثر من مرة وأكثر من قناة طلعت، يمكن من قناتكم الموقرة أيضا من الأخ علي سالم أيضا تحدثنا كثير. وكانت إدارة الزوراء أيضا حاضرة هنا وتكلمت، هي تتكلم عن نفسها واقع حالها أنه هي ما قادرة. خلص إذا أنت ما قادر أو ما عندك فلوس أو ما تقدر تسوي شيء خلص، يعني خلي أمور لا تطلع بهاي الصورة يعني المحلوة بقامات بكرة القدم. فأكيد يعني إحنا اليوم ما هو إحنا مو طمع، هو مو نائب ولا درد أصير أنا مثلا وزير أو كذا، هو نادي أنت شلون تتعامل ويا الرياضيين، تتعامل ويا اللاعبين، تتعامل ويا الجمهور. فأنت من وجودك إضافة لهذا المكان. يعني إحنا كنا نتمنى كل النجوم اللي موجودين ويريدون يخدمون، حتى وأنا يمكن أكثر من مرة واليوم يعني أقولها من خلال برنامجك الكريم وأيام رمضان، إحنا ما جاينا لا ضد فلاح حسن ولا نريد نطلع الإدارة ولا بقدر ما إنه إحنا نريد يعني نغير واقع حال إلى الأحسن. أنت ابن الزوراء بديت وياهم وأنهيت مسيرتك وياهم طبعاً. وفاء لو صدفة؟ لا أبدا وفاء، هذا وفاء للكيان، وفاء للشهرة اللي حصلتها من نادي الزوراء. الزوراء هو اللي قدمني المنتخب الوطني، هو اللي خلاني أشتهر، هو اللي خلاني جمهور يحبني، هذا شيء كل شيء. اليوم ما ممكن هسه أطلع بالشارع خل الناس حتى لو أنت معرفة بس مو الكل يحبك. صح لازم أكون ناس تحبش ناس تكرهش، بس أنا أشوف حتى الفرق المنافسة اللي من غير أندية تحبني وتقدرني وتحترمني. تستاهل أبو مصطفى. هو ليش؟ لأن أنت اليوم قدمت في الشيء للناس أمتعتهم هذا. فأنا اليوم أقول أنا ما جاي لا على منصب ولا على شيء ولا أبد، لكن أهم شيء أنه هذا الكيان
يرجع لحالته الطبيعية إن شاء الله. أول سؤال بباب الأسئلة الدينية، ما هي السورة التي ذكر فيها البعوض؟ البقرة، آل عمران، النساء؟ بقرة. متأكد؟ البقرة. مو يشفلش على الجو. ايه ها بالبقرة. عاجت ايدك. الإجابة صحيحة. زين، السؤال الثاني بما أنه أنت بدك تمشي بالأسئلة بس بالغش. يلا. ايه ما هي السورة؟ لا هي لو أولى لو ثانية صح؟ ايه عندي خيارين. ايه مو؟ أنت هسه جاوبت البقرة. الأول ايه الأول هسه حتى جورج قرداحي ايه؟ كان ينطي بس يعني يقول له أنت متأكد؟ شابتين. ايه خيارات متأكد وبعدين نرجع. يلا لا تزعل، هذا هو مشيت لك السؤال. أحسن. السؤال اللي ما تعرف أقول لي تخطي، ممكن تعرف اللي بعده. اه ايه اوكي. وعندك وقت. اه ايه عندي اوكي ايه؟ يعني. ايه؟ اوكي. السؤال الثاني ما هي السورة التي تسمى بأم الكتاب والسبع المثاني؟ أعطيك خيارات. الفتح، الفيل، الفاتحة. أعتقد الفاتحة. متأكد؟ ما تفكر شوية من لا لأن يعني هي يعني هي يعني القرآن كله صراحة الفاتحة. صح طيب إجابتك صحيحة. هذا ثاني سؤال بهذا الباب. قبل لا أروح للسؤال الثالث أريد أسألك، اكو برميل كانوا يحرقون بيه ملابسك ودريساتك الرياضيه، ليش؟ هذا اخوي ما يقبل، كنت شاطر كلش. ايه؟ كل عفاء. صادفت انه انا بالمدرسه قبل كنا اذا واحد يعني يرسب او شيء فينطوه الشهاده مالته. ايه؟ فمن راسي بيقول جيبوا لي امرك. زين انا شلون وين اجيب لهم؟ وانا كله معفي. تمام. معفي فالصف الثالث فما جبت الشهاده، فاخوي كبير قال لي وين شهادتك؟ شو ماكو؟ قلت له شو هالمره ما انطونا؟ قال ها اخوي شو المهم؟ فذولا تدرين انا يعني بنص السنه وقاعد. بالجبر ماخذ 19، بالاحياء بالهندسه 9. زين فنزلك الشهاده للبيت؟ فاي ما اخذتها، ما اخذتها انطونيا بس ما اخذتها. فالمدير تعرفين مرات يتابع، فقال له علي سالم الله يذكره بالخير، قال له علي هاي تروح تعطيها لاهل ليث بدون ما يعرف. علي يحبني وصديقي وهذا. فقال لي وكليث هاي شلون انطاني؟ قلت له هاي علي بعد الله سطاك اياها لك، روح وديها بعد مين مو مشكله. اي استسلم. انا كنت وين اروح؟ اروح للتدريب ويا المنتخب الأشبال والناشئين اللي صارت تلك الفترة، فلازم أغيب. زين. فبهالفترة تنازلت يعني كثير بالدروس. جيت بعدين علاوي إجا دق الباب. زين المن انطاها لأمي، أمي زين تخاف علي. أمي هم سوت ضمتها. شنو الشهادة؟ ألف واحد ضمها. أي مو أمي. أمي تعرفني أنا شاطر. أيه. زين ليش هيك؟ المهم فدخلت أنا بالليل كان أمي قالت لي ما شنو الشهادة مالك؟ قلت ما جابها؟ قالت علي سالم جابها مالك. قلت علاوي بلكت هي غلس. المهم جابها والله انطاها إياها مالك شنو؟ قلت له والله يمه هيك وهيك وهيك خليني أقول لك. أنا علي أخوي يوميا الصبح ياخذني أروح أتمرن المنتخب الأشبال. قمت أغيب أنا عفت الدراسة لأن أنا وسبت من أجل كرة القدم. همي وإيه هذا الهدف اللي أنا بداية حديثي صراحة. الهدف اللي دائما الانسان يطمح له يوصل له، عنده اراده وقوه وعزيمه يوصل. انا هذا اللي سويت. فتركت يعني مو تركتها للدراسه، يعني رجعت انا بعد الكتله وحرق الملابس بالبرميل، يعني نزار شالهن كلهن وحاطهن بالبرميل وحرقهن. خلص لك هذا السؤال الثالث بالتحدي. ما هي السوره التي لا تبدا بالبسمله؟ أعطيك خيارين أسهل وياك. خيارين؟ يلا. إيه البقرة والتوبة. توبة. ها. بعد قلت لك. متأكد؟ إيه متأكد. تمام الإجابة صحيحة. هم لازم راجع صفق. كابتن طبعاً صفق ولا الكابتن والله ده نصفق لك ونشجعك. بس إحنا قفلنا هذا الباب. أكو سؤالين بس أنت مطلوب منك بس ثلاثة وجاوبت. هسه الشيء زين. راح ننتقل للباب الآخر طبعاً زين. هذا أخطر شيء الباب. أسئلة رياضية. يا الله. بعد أنت يمك.
لا مو شرط يعني مو كل لازم حتى الرياضة مو لازم إلا كابتن يعرف كل كابتن شنو أسألك لعد لا لا مو كل الأمور لازم يعني تكون على بينه لكن هي الثقافة مطلوبة. هذا البرنامج برعاية مصرف المستشار الإسلامي ومستشفى البدور للجراحات التخصصية. قبل نفتح الباب الثالث نخابر كرار وحسين نحكي وياهم ونطمئن على حالتهم ونبلغهم انه انت بقت لك مرحلة واحدة ويتأمن علاجهم، شنو رأيك؟ ان شاء الله والله حاضر تمام؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الصحة؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله. من وياي كرار لو حسين؟ حسن كرار. كرار حياك الله على راسي، رمضان كريم. سالم راسي. أنا مقدمة البرنامج وياي الكابتن ليث حسين اللي هو دخل التحدي حتى يأمن علاجكم. ليث حسين لاعب المنتخب السابق؟ أي نعم هو ويانا حاليا. تسلم، هذا وياك الكابتن يحكي تمام؟ تمام. كرار شلونك عيني؟ السلام عليكم كابتن. عليكم السلام ورحمة الله، رمضان مبارك عليك حبيبي. علينا وعليكم إن شاء الله على الجميع كابتن. الله يحفظك، شلونك أخبارك؟ إلي الشرف. الله يحفظك كابتن. شلونك؟ ان شاء الله زين الحمد لله كابتن. اسال عنك، معنوياتك عاليه ترى انا فتت بالتحدي على مودك. على مودك وعلى مود حسن وياك فوت سالم. الله يحفظك ان شاء الله بالموفقيه وان شاء الله رمضان مبارك عليك وان شاء الله تطلع من هاي المحنه وتكون ترجع تزاول مهنتك او محبوبتك كره القدم ان شاء الله. وان شاء الله مقدما الحمد لله على سلامه وان شاء الله نكون وياك دائما. فخورين بك كابتن ليث. الله يحفظك. انت اسم لاعب الكره العراقيه. تسلم، الله يحفظك ويخليك. الله يحفظك كابتن حبيبي. الله يطول لي عمرك ان شاء الله يا ربي. سنه خير عليك حبيبي. على الجميع ان شاء الله كابتن. حبيبي كرار، الله يحفظك حبيبي كابتن. الله يحفظك حبيبي. الله يسلمك كرار. عيوني. انتوا اطمئنوا، بقت مرحله واحده للكابتن وخلاص يتامن العلاج تمام؟ دعوني. انت فرحان يعني هيك سعيد انه الكابتن ليث حسين ويانا؟ بليث حسين والله على راسي. الله يحفظك. هو ايضا يعني داخل بتحدي على موتكم. سالم راسي الله يهديك. يلا عيني، شكرا على وقتكم، مع السلامه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا كابتن. اول سؤال بباب الاسئله الرياضيه. نعم. اول دوله افريقيه تاهلت لكاس العالم. افريقيا؟ ايه يعني اعتقد بين مصر وبين المغرب، يعني بين مصر وبين المغرب ممكن. وحده اجابه صحيحه. يعني انا اللي اذا ما تخوني الذاكره مصر اكثر هي اللي شارك. مصر لان المغرب شاركت قبلها صحيح. المغرب اي الجزائر كان زين. السؤال الثاني، كم عدد لاعبين كرة الطائرة؟ ستة. شنو هاي؟ ستة ورئيس نادي كذي ما لا رئيس نادي الخطوط. ها الخطوط. الخطوط. الخطوط وبعدين انسحبت. اي لا. نقول ليش انسحبت يعني؟ ممكن؟ لا هو طبيعي. تعرضت لتهمة كيدية؟ لا كانت متعمدة؟ مو تهمة بس هي الأمور أنا في وقتها يعني حتى قلت للأخوان بالهيئة الإدارية كانوا كل حب التقدير كلهم أصدقائي وهذا فقلت لهم يابا إحنا دنمر يعني بس أنا دا أشتغل وبس أنا دي أركض وأنتوا يعني دا تساعدون وكذا بس في شيء بس أنا يعني ما أبقى في مكان ماكو دعم. أي. يعني شركة الخطوط الجوية العراق في وقت من الأوقات يعني ساعدونا كثير بس يعني مرات التهمة شنو كانت؟ يعني هم على اساس انه انا ما عندي شهاده. اي إيه. فثبت لهم بس قلت لهم انا قبلها يعني قبل القرار إيه قالوا لي يابا احنا وياك واحنا كذا فقلت لهم اوكي اللي يريد يصير رئيس نادي خليه يتفضل اي واحد من عندكم انا مقدم استقالتي وهاي استقالتي. سووا انتخابات انا ما رحت قلت لهم اعتذر انا ما اكون يعني موضوع القاضي. قاضي مصيبة. عصبي انت كابتن. مو عصبي بس لا والله مو عصبي يعني انا بالعكس انا يعني الناس تحترمني وتقدرني بس مرات اكو ناس يعني تخليش تسوين الغلط يعني
واني يعني انا بطبيعتي بحياتي لا فد يوم حتى طلعت حكيت على واحد، لا تعاركت فيه بشارع، ما ابتعد عن الامور هاي، لان اني اسمي وكياني وشهرتي تحول دون ذلك، يعني ما سوينا هالشيء. هو شنو اللي بس القاضي داخل المحكمه؟ هاي فد يوم من الايام بال 2007 2009 2000 فقالوا على اساس اللي ما عنده شهاده وما ادري شنو او مزور شهاده، رحت للقاضي يعني قالوا انت ما عندك شهاده ما جنه. فطبيت للقاضي السلام عليكم السلام. القاضي عرف يعني فقال لي انا ما اعرف اول مره طب محكمه. فواقف هيجي ودا احكي ويا القاضي، واحد قاعد يمه وامراه قباله، والقاضي فدي وجه لي قال لي اكو هيك موضوع انه ها؟ قلت له لا والله سياده القاضي هاي. فبالله الاثناء كان المد طلع هو مدعي عام، فهذا اللي قاعد كان يقول لي قال لي للقاضي قال له شفت ما يحترم المحكمه. قلت له ليش سياده؟ قال لي نزل ايدك. هاني همينه من هيك الراس نزلت ايدي. قلت له العفو سياده القاضي يعني ايش بيها اذا اني؟ قال انت بهذا وعندك بدنا نستجوبك. قلت له اي استاذ شنو يعني انا متهم؟ قال لا. قلت له زين انا شو مسوي؟ فاندار قال هذول شفت هذول ازلام النظام السابق هيك يسوون وما ادري شنو وحدين وكذا. قلت له عمي ايش تحكي انت؟ انا رياضي انا كذا وما ادري شنو هذا. لو انت شنو حضره جنابك الكثيف انت تعرضت لظلم من النظام السابق كابتن خاصه من عدي؟ طبعا اكيد سجون ويعني جيل وانت كنت جريء كلش وشجاع. جريء بالحق يعني احنا كنا هيك يعني اغلبنا هسه احنا كل جماعتنا بس احنا تدرين مرات الـ السلطه تغلب يعني صعب انه انت يعني ماكو غير ما يقدر يعدمني لانه العالم كله يسور هم كانوا خايفين منها ولا لو على الاعدام يعدمونه عادي طبيعيه بس احنا لين مشهورين الامم المتحده كانت دائما انظارها علينا اكثر من مره جت الامم المتحده جتنا بعمان قال لي واحد منا بس اعطيك شو تريد حتى اللي يجوا بس طلع لي ظهرك زين احنا كنا مجلودين الفريق كله مجلود قلت له يابا يعني كنا احنا نروح اي والله الامم المتحده بعمان وقلت له صعب صعب اطلع لك ظهري وكذا كنا مجلودين ملعب الشعب يعني الحمد لله. كابتن السؤال الاخير بهذا الباب اتمنى تجاوب عليه لان هو السؤال الثالث سريع لو على كيف يعني براحتك. دوله لم تغب عن جميع دورات كأس العالم أعطيك خيارات؟ لا هي أنا أعرفها صراحة بس طين خيارات بس. لا لا تعرفها قول لي طبعا ها يلبسون أصفر وأزرق وأبيض. أي دولة؟ طين خيارات ها بس ما كنت قول أعرفها طين خيارات البرازيل اي البرتغال شي لبسون البرازيل أصفر وبعد وأزرق شنو البرازيل لم تغب إيدك. لم تغب عن كأس العالم بس يعني حظوظها كانت يعني صعب انه تاخذ كأس العالم باخر مناسبات يعني السؤال اني ما اريد انه احنا بشهر رمضان خليك تكون حزين وتتحدث عن ذكريات مؤلمه مختصر عن ذكرياتك مع الراحل احمد راضي طبعا اقدم تحياتي و ونبارك لهم برمضان المبارك لعائلة الفقيد أحمد راضي مهيا وبناته وإلى فيصل طبعا أكيد الذكريات منها المؤلمة ومنها السعيدة لكن السعيدة كانت أكثرها يعني ويا الراحل لأنه تعرفين أنا كنت وياه في كل المناسبات أول ما صرت منتخب وطني فهو وياي رحنا للاحتراف بالوكرة هو وياي رحنا النادي الرشيد هو وياي فكل مسيرتي مع المنتخب مع النادي والزوراء والرشيد والوكرة فحتى يا سبحان الله بالوكرة كان بيتنا واحد احنا سكنون ببيت واحد؟ بيت واحد أنا والله يرحم أحمد راضي بس عندنا بابين ليش؟ هو هو البيت تصميمه هيك فيلا فيلا باب الرئيسيه تدخلين بعدين منا بيت ومنا بيت بس هو عباره عن فيلا فبابي قبال باب يعني مرات احنا من نطلع هي ومصطفى هم بيناتهم يعني همين
يلتقون بس تعرفين انت الله يرحمه انجازات افضل لاعب اسيا ساعدته كثير يعني بالمناولات بالاهداف اذا بالوكره واذا فانا ويا علاقتنا كانت يعني مرتبطه بالرياضه وخارج الرياضه صراحه علاقه عائليه علاقه اخويه وهو الكابتن مالتي وانا وعيت على نجم يعني من اجيت انا صغير اذا كان في نادي الزوراء او مع نادي رشيد والمنتخب الوطني الله يرحمه ان شاء الله ففي هذه الفتره عاصرت بكل الاوقات فبالحلوه بالمره بالسجن يعني بالاحتفالات بالفوز بالبطولات بالنجوميه يعني حتى هو كان يقول لي انت مو هذه اول مره اتكلمها ايش قد ما يعني يحبني ويعرفني يعني قلبي طيب وهذا مرات هو يسوي شغلات وهذا انا ما اقبل بس ما يقول لي انت يعني انا ليش احبك اقول له فاقول له ليش تحبني انت يقول لي ايش قد مرات اصيح وكذا عليك وكذا ما تعطيني طوب ولا شيء وهذا فانت ما تزعل ما تدير بال وهذا ما اعرف ايش وكذا فقلت له لا طبيعي لان انت اول شيء اكبر مني سنا وهاي كان يقول لي تعرف انت احسن من عندي حتى باللعب اول مره حلو قال لي يعني تعرفين يعني اخلاقه هو رجل مثقف متعلم من عائله اهله ايضا اصدقائي يعني صالح الدكتور صالح راضي وعلي راضي وحميد كلهم اخوتي يعني اصدقائي وكانوا قاعدين يمنا بالكراد وبعدين انتقلوا الحي العامل ف قلت له شلون؟ قال لي انت تجيب لي الطوبه، انت تروح تقوم، انت تدافع. قال لي انا بالقوم. داخل الملعب وصديق جيد خارج الملعب. اكيد. عموما الله يرحمه الحديث الله يرحم. كثير عن ذكرياتكم. شكرا جزيلا لانه تكلمنا به برمضان ان شاء الله هذا اقل واجب. ميزان حسناته وحسناتكم. امين، الباب الاخير غلقناه. يلا. اللي هو باب الاسئله. شلون ميسي؟ تمام. الحمد لله. وقالك سؤال اخير اللي هو سؤال العبور. انت برشلوني هذا السؤال متى تقدر تجاوب عليه؟ اي انا برشلوني؟ ما اشارك ابد انا برشلوني؟ لا ترى انا احب الريال ها والله يلا زين انا كنت اشجع الريال احنا من طلع زيدان وفيجو من طلع زيدان وفيجو عرفتهم اي كابتن رجعت على ميسي بدايه مسيرته برشلونه ابتدى قميص رقم 30 اي وبعدين ارتدى الان رقم 10 اي أي. اكو رقم اخر ايضا كان من حصه ميسي يعني صراحه شنو هذا الرقم؟ يعني ما اعرف بس هم الارجنتين ترى لبسوا العشره مو كان مارادونا اي مارادونا هو اللي طاح هي العشره بس الرقم صراحه ما اتذكره قديش شو اسمه؟ تدري الخيارات مني؟ ما اي تطين خيارات يلا 50 7 19 دي ما راح الكادر بس لو ما عاد يعرف الجواب لا لا طبعا اعتقد 19 من وين طاح الجواب؟ انت بس راوعت منك هذا عندي هارون صديقي الدنيا هارون تحية لهارون يا حج احمد يعرفه من الانس من الجن لا هو بينهن وينك كلها صعده هسه ها اي والله كلها احنا برمضان كلها صعده كابتن شرفتنا الله يسلمك ونورتنا سعيدين بمشاركتك ويانا الله يحفظك بتأمين علاج لحاله مرضيه صعبه وشغفها كان كرة القدم وللأسف يعني تعرضوا لقدر مأساوي وكانوا هم جدا سعيدين لأن أنت شاركت بالتحدي فشكرا لك وإلش يعني جنابك والأخوة خلف الكواليس رمضان مبارك إن شاء الله ويا ربي الله يقدرنا أنه نعمل عمل الخير للناس اللي محتاجة والناس اللي تستاهل أنه نضحي لها ونقدم لها كل المعونة ونقدم لها كل المساعدة لأنهم ذولا أهلنا وناسنا ومرات نشوف نفسنا بيهم لأن ذولا يمكن حيرجعون يصيرون لاعبين يخدمون المنتخبات الوطنية والأندية وإن شاء الله نتمنى لهم الموفقية ويا رب الصحة والسلامة لهم أهلا وسهلا والجنابك الكريم شكرا جزيلا على الاستضافة حياك الله الحلم بعد ما مات وإحنا راح نروح نتابع تفاصيل رحلة العلاج الكرار وحسين
هذا البرنامج برعاية مصرف المستشار الإسلامي ومستشفى البدور للجراحات التخصصية. الحمد لله والشكر، ما قصر ابو خيمة الزرقاء والطريق امام كرار وحسين الاصدقاء اللي يعتبرون رمز بالوفاء كان سالك. بعد شويه ينتهي الجزء الاصعب وان شاء الله ما يبقى الا الاسهل. كرار وحسن بالتقرير انتو سوية زين، الاصابة نفس الاصابة، رباط الصليبي نفس الرجل. هسه منطيكم كل بالمستشفى كل واحد غرفة واجي يلقاكم اثنين من نفس الغرفة، ليش؟ احنا لازم نظل سوية احنا اصدقاء يعني. اه والله اصلا احنا طلبنا سبيتين بنفس الغرفة بس ما قبله ما قبله قال كل واحد. صار لكم مشكلة اصدقاء؟ هو يعني من 2011 تقريبا استمرت العلاقة. 13 سنة. اكثر اكثر. الله يديمها. الله يبارك. راح تبقون سوية لو انت زوجتك تخربون. ورا العملية راح اعرف. زين بعد الساعة العملية شنو مشاعركم شنو شعورك؟ والله اول شيء نحب نشكر الست نور الاعلامية لان كلش تعبت ويانا من بداية لحد الان. نقلتنا بسيارتها، اللقاءات كلها عليها، حتى المصاريف ما تخلينا نصرف اي شيء يعني كلها عليها. لا لا لازم نشكرك احنا. وثاني شيء التعامل مع المستشفى كلش حلو وكلش يعني زينين ويانا وما خلونا نحتاج لاي شيء. زين شو تتوقعون ان العمليه راح تسووها راح تقدرون تسووها على اعتبار انه تكاليفها كلش عاليه؟ لا انا واحد من العلامه تتمنى اسويها، قررنا نسويها انا تتمنى ما اسويها، بعدين فضل لكم من بعد الله قدرت اسويها. واجبنا هذا. كرار والله اللي المعنويات يعني طيبه وحلوه ومستعدين للعمليه، بس يعني ما كنا مصدقين انه راح تصير العمليه بهالسرعه هاي، وحتى من جانا الاتصال وتعال عندك فحص، يعني ابد ما متوقعين العمليه راح تصير باسبوع. فقناه الفرات سوت لكم اياها باسبوع. قناه الفرات اجى اول اتصال يعني قالوا اليوم فحصك، اليوم رحت، ثاني يوم الدكتور شاف طل العمليه طل موعد، يعني سريعه بكل الامكان ماكو، يعني حتى ما احتاجينا اي شيء. فحوصات عليهم الرنينيومهم يعني ماكو شيء صرفناه من جيبنا الخاص. يعني القناة الفرات يعني وعدنا ووفينا طبعا. لا الحمد لله قررت نسوي عملية قبل هم الرجل الثانية على حساب الخاص، هم أنا كان أول إصابة عليه فعلى حساب الخاص وطولت أكثر من أي أنا على حساب الخاص طون يعني أقرب موعد شهر زين يعني من طلع سافرت الخاص. بس إحنا شقد طلعنا موعد يعني أنا قلت موعد خمسة أيام أنا ثلاثة أيام أنا وراء ثلاثة أيام يلا شو أنا السرعة والتني سرعة الاستجابة لا يعني الحمد لله إمكانية وبيبقى الفضل لله عز وجل والفضل للست نور المقدمة الإعلامية على الجهود اللي سويانا ما ننسى مصورين يعني تواصل الاتصال يعني ما قطعوا الاتصال أبد يعني يوميا يتصلون شو المعنويات شو محتاجين ما محتاجين اليوم موعدكم من الدكتور اليوم ترحون منتظريكم وحتى يعني التنقل بسيارة الخاصة فيعني نحب نشكرها شكر جزيل والله يوفق على هاي الامكانيات واجبنا هذا الله يقومكم بالسلامه ان شاء الله رحم الله والديك وما ننسى الكادر التصوير اللي هم تعبويانا بالتنقلات مالتهم. لا والله بصراحة ما متوقعين أبد ما متوقعين إحنا تفاجئنا يعني من إجا وقال صديقي كرار هم راح يسوون له واحتمال أنا قلت له يقول لهم أنا حالتي هم هيجي فتفاجئنا يعني رأسا خابرته.
ان شاء الله كلها ساعة ونص وتخلص عملية زرع الرباط الصليبي للاصدقاء الاثنين كرار وحسن، وكلها ساعة ونص وان شاء الله يرجعون لحياتهم الطبيعية. طبعا بعد بيفكهم البنش ويطلعون من المستشفى. خليكم ويانا. الحمد لله على سلامة المريض حسن. هسه حاليا انتهينا من اجراء العملية، عملية زرع رباط صليبي امامي انا والدكتور رمضان. كان المريض يعاني من طبعا قطع بالغضروف الهلالي، سوينا له اعادة ترميم للغضروف الهلالي، اضافة لهذا قطع كامل بالرباط الصليبي الامامي. اخذنا له من اوتار اللي حول الركبة. بالنسبة للكرار الحمد لله والشكر يعني عمليته استغرقت بحدود ايضا ساعة وعشرين دقيقة. العملية أيضا زراعة رباط صليبي أمامي، كان عنده قطع جزئي بس رباط الصليبي الأمامي كان كلش ضعيف ما يتحمل، هالسبب عدم استقرارية بالركبة أثناء الحركة. أيضا ما واجهتنا صعوبة أثناء العملية الحمد لله والشكر، مشيت بسلاسة. تم زراعة رباط الصليبي الأمامي وأيضا راح يحتاج مرحلة إعادة تأهيل بعد العملية إن شاء الله حتى ترجع استقرارية الركبة وحركتها بصورة طبيعية.